كانت الجثة تعود لرجل لفتى في العقد الثاني من العمر، بدين جدا، معتدل الطول، حنطي البشرة، لا يوجد على بدنه أو في مناطق المشعرة العاني أو تحت الأبط أي آثار لأشعار. أبدت الجثة الإصابات التالية: مرمي ناري دخوله وخروجه في الثلث السفلي للعضد الأيسر، ثم دخل ثانية في الصدر الجانبي الأيسر، وخرج خروجا نهائيا من القص أي المستوى بين الحلمتين. وأصيب بمرمي ناري آخر أو طلقة نارية، دخولها كان في الخاصرة العلوية اليمنى والخروج في الصدر الخلفي السفلي الأيمن. ومرمي ناري ثالث كان دخوله وخروجه في المستوى السفلي للعضد الأيمن. يجب التنويه أن لحظة مشاهدة الجثة لا يوجد قطعا على سطح الجثة أو في عمقها أي آثار لتعذيب من كدمات أصبعية أو سحجات أو جروح أو وخزات أو كسور أو خلوع أو أي عرض أو علامة توحي بعنف أو شدة أو مقاومة أو تعذيب. منوهين أن الناحية التناسلية كانت سليمة، ومنوهين أن ما ذكر عن أن هناك كسر في الرقبة بعيدا عن الحقيقة، لأن الرقبة كانت سليمة. ما ورد تصويره في الأقنية الفضائية هو مظاهر التفسخ. يحدث التفسخ بعد الموت، لا يوجد تفسخ حياتي، إذن التفسخ علامة من علامات الموت. يبدأ بالتدريج، وفي المتوفى المرحوم حمزة لقد تقدمت عوامل التفسخ، تقدمت بشكل واضح، لأن الفارق الزمني بين لحظة وصوله ولحظة تسليمه كانت عدة أسابيع. التفسخ هي عبارة عن تغيرات جرثومية تطرأ على المتوفى، على كل متوفى، تتجلى بتغير في لون البشرة. فلقد شوهدت بشرة المتوفى بعد التفسخ بنية مزرقة، تسيل من الجسم بعد تقدم عوامل التفسخ بعض السوائل، تفوح من الجثة رائحة تفسخية نتنة، تحدث فيها انسلاخات جلدية ويغدو الجلد لماعا، يحدث فيها فقاعات ويحدث فيها انتفاخات في مستوى الأجفان والشفتين وكذلك الناحية العجان والصفا. وهذا ما شوهد لدى المرحوم المتوفى. كما تظهر الشبكة الوعائية وهي علامة هامة من علامات التفسخ الموتي، أي أن الأوعية تبدو ظاهرة مزرقة اللون وتميل إلى الإسوداء. إذن كل المعالم التي وردت على أنها تعذيب هي عبارة عن مظاهر تفسخية. نحن في الطب الشرعي نحدد بدقة أن هذه الإصابة حياتية، أي حدثت أثناء الحياة، أو أنها بعد الموت. في حالة المرحوم حمزة كل الإصابات الثلاث المنوه عنها هي إصابات حياتية، أي هي حدثت أثناء الحياة وهي كانت سبب الوفاة، بوضوح شكل ومواصفات الإصابات الناجمة عن إطلاق النار. المدة الزمنية الطويلة حدثت لأن المرحوم حضر إلينا مجهول الهوية، وتم استبقائه ريثما اتخذت الإجراءات القضائية للتعرف على جثته، وتم التنسيق مع محافظ درعا آنذاك، وتم التعرف على صورته وشكله من خلال الصور التي التي أخذت له وقت الحادث، وتم تسليمه بأوامر من السلطات القضائية لحظة التعرف على الجثمان. الجثمان ملطخ بالدماء،
وهذه علامة حياتية. حواف الفوهة تبدي احمرار وهي علامة حياتية. الجثة لم تمسح من دمائها بل بقيت ملطخة بالدماء. الصورة تبدي فوهة الدخول العضودية اليسرى، فوهة خروج للمرمي عضودية يمنى يسرى، دخول ثاني صدرية جانبية يسرى، خروج ثاني صدرية قصية. الصورة تثبت وجود تلطخ للدماء دون ما رضوب، فوهة الخروج الصدرية، الناحية التناسلية سليمة دون ما رضوب. الجثة تبدي آثار لتلطخ الجثة بالدماء، الصورة آسية مع فوهة الخروج الصدرية. فوهة دخول وخروج في العضد الأيمن، فوهة خروج في الظهر الخلفي السفلي الجانبي الأيمن. فوهتي خروج ودخول في الخاصرة اليمنى والصدر الخلفي السفلي الجانبي الأيمن. كما نلاحظ أن الإصابات حياتية انقلال صفاتها وموجوداتها، لا يوجد آثار لجروح أو رضوب أو أي معطيات للتعذيب. كما أن ما ذكر حول وجود كسر في الرقبة هو بعيد عن الحقيقة، لأن حركة الرقبة تكون سهلة بعد هذه المدة الزمنية وانحلال ما يسمى بالصمان.